عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاء ثنائيا ومباحثات موسعة مع نظيرته سلوفانيا. ذلك كشف خلال اللقاء وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الجانبين بحثا سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجارية مع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك أبرز المناطق الصناعية المؤهلة والمدن الجديدة التي تم تشييدها. وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية أعرب عن التقدير المصري لموقف سلوفانيا المساندة لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي.